التمرين 13 الصفحة 61. الحالة الحركية لسيارة. حدد الحالة الحركية لسيارة تتحرك على طريق مستقيم في الحالات التالية. ألف، بالنسبة لمراقب راكب في السيارة، بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف، بالنسبة لسائق سيارة أخرى تتحرك بجواره وموازية له. تحديد الحالة الحركية لسيارة تتحرك على طريق مستقيم في الحالات التالية. بالنسبة لمراقب راكب في السيارة، السيارة في حالة سكون. بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف، السيارة في حالة حركة. بالنسبة لسائق سيارة أخرى تتحرك بجواره وموازية له، السيارة في حالة سكون. تعقيب غير مطلوب. ألف، بالنسبة لمراقب راكب في السيارة، السيارة في حالة سكون. موضع السيارة لم يتغير بمرور الزمن. بالنسبة للجسم، المرجع المعين المراقب الراكب في السيارة. ب، بالنسبة لمراقب واقف على الرصيف، السيارة في حالة حركة. موضع السيارة تغير بمرور الزمن. بالنسبة للجسم، المرجع المعين المراقب الواقف على الرصيف. ج، بالنسبة لسائق سيارة أخرى تتحرك بجواره وموازية له، السيارة في حالة سكون. موضع السيارة لم يتغير بمرور الزمن. بالنسبة للجسم، المرجع المعين سائق سيارة أخرى تتحرك بجواره وموازية له.